ايه يا اخوي، الناس فيك متاثر. علاش متاثر؟ والله ربي على اخويا وزوز اخويا. تعرف نعطيك، عندي خالي مربوط واخويا مربوط وبابا مربوط وعمي مربوط و ياسر وزوز اخوالي مربوطين مع بعضهم. وبوي الطفل نتاع تو كان يحكي لنا بالتفصيل علاش القضايا نتاعهم هذوما كلها. انت تو حاسب والله ما يض... ما ظل... شفت. خلينا نكمل لك. انت ذكرتني تو عائله كامله تقريبا يعني في الحرب. راهم جلامه، راهم جلامه ويضرموا. نحن هما ضموا كل شكيم بهم جلامه. خاطر القصرين، خاطر القصرين على الضباب ما ترخف من حتى واحد. تضربني نضربك. قضايا ولد عمي مشاكل الكل، هذه عارك الكل ما فهمش. شو هو العرك؟ شو مناقشة طفل تناقشه وطفل مش اشكى بيه. انا ما عندي في تونس نعمل في دور. امنيتي الوحيدة واش نوع يعني يقولوا لي لاوروبا ولا ايطاليا، نقول لهم غيث يروح وقس. شكون غيث؟ هذا ولد خالتي. ولد خالتي متأثر عليه برشا. متأثر عليه ولد عمي، اقسم بالله ما متمثر عليه بال كادي. كان يقولوا لي تعدي انت في ربطيته، نعديها ربطيته ونخرج الحي ما هو يروح. هي الحبس ترى كذية بس حي. سبق ليك انت فهمت، دخلت انت في الحبس؟ ما دخلت. علاش شو؟ علاه؟ يا دخلت معايا ولد خالتي ماشيين ندوروا القصريين عرضونا عوين معناه. عدوا علينا هوية يلقوهم دلس باسمه. تعديت معاه، عديت شهر شهر وروحنا. زيد عدينا شهر شهر وروحنا. تدليس هوية؟ تدليس هوية على جال الاسم. عده انت خدا عمرك سنة 18. شو تتمنى انت كشاب؟ عمري 18 سنة. عمري توسي عمرك 18 سنة. شو تتمنى من 18 سنة؟ عامين 18 سنة. عامين عامين برك نوقفها على راسها ثلاثة مرات تونس. هذه صاحبتي تغش شوية ولد عمي تتحي. ايه ترندف مصعب. انا تمشي توقف فين بالهف. انا احكي لك اطفال رد بالك، تصاحب طفل رد بالك. الكل البناويت ما فهمش اصلا. من بعد رضيت الوالدين وامي متيز لا اكثر لا اقل. كيف يا معنى الحكايه؟ السلام عليكم. هذا ولد خالتي يا سيدي. رميت لي برجولين. احنا مش نولد بلاد من القصرين. برجولين القصرين الكل تعرف. القصرين برجولين دوله واحده. جينا لهنا اساس معانا، جينا لهنا معناتها مع بعضنا. مش ما رانا جينا اساس اللوجه القديمه، عائله فاميلي معناتها ولد خالتي وجدي وبن عمي. اساس هذا ولد خالتي. اساس جينا لهنا نحن برجوليه، جينا اللوجه القديمه شفنا حقرينا. السلام عليكم. متى بتقطع لي هات اللي جي؟ اسمعني برجولية برحمة أمك. راني راجل سيد رجال، راني قصريني ونموت مرة واحدة ونعيش في تونس راجل من الاخر. تو انت قريت؟ انت قريت خمسة. ايه ما طيحت قريت خمسة. ما قريت خمسة تسمع فيا؟ قريت خمسة.